أقل من 3 أشهر هي المدة التي قضاها الوزير الأول المقال عبد المجيد تبون على رأس الحكومة ليخلفه أحمد أويحيى السياسي المخضرم تحت قبعة الأرندي، معطية تحمل الكثير من الدلالات. وجهة نظري الشخصية، الفترة القصيرة اللي تولاها سيدي عبد المجيد تبون على رأس الوزارة الأولى اتسمت نوعا ما بالتسرع الارتجال والعشوائية في تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية، وهذا ما أدى إلى استبداله. بطبيعة الحال الجزائر تعيش وضع اقتصادي ومالي متوتر نوعا ما من جراء انخفاض سعر البترول، وتحتاج إلى رصانة، وتحتاج إلى تبصر وحكمة في أخذ القرارات، وهذه المواصفات متوفرة في شخص السيد أحمد ويحيى. الأفلان وبلغة دبلوماسية أخفى انزعاجه من تعيين وزير أول خارج تركيبة الحزب العتيد على طريقته الخاصة. أي حكومة سواء رأسها تبون أو أحمد ويحيى أو أي شخص آخر هي تقوم بتنفيذ برنامج فخامة رأس الجمهورية الذي انتخبه عليه الشعب الجزائري في 17 أفريل 2014. نحن كتنظيم سياسي لا نعتبر تجمع الوطني الديمقراطي هو خصمنا، بل نعتبره شريكنا في تحقيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية، وكذلك في العمل على استقرار المجتمع والوحدة الوطنية والسيادة الوطنية، وبالتالي لسنا خصوم، بل نحن حزبين متنافسين شركاء في تحقيق وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وبالتالي هذا لا يزعجنا. بعد النهاية السريعة لتبون، كل الأنظار ستتوجه إلى قصر الدكتور سعدان لترقب تشكيلة الحكومة الجديدة التي تنتظرها الكثير من التحديات.